بكم مشاهدينا في عدد آخر جديد من حصتكم المحلية الأسبوعية من الشعب وإلى الشعب. شو بصوا راكم تعودتوا شوية على الميسيون ديالنا، هي كل مرة نتعرفوا على بلدية، نتعرفوا على رئيس بلديتها، اي بيان سور أهم شيء في حصتنا هو أن ننقلوا انشغالات المواطنين لرئيس البلدية. كما كل مرة نقلنا الولاية واحدة أخرى، وهذه المرة رانا في ولاية البوليدة وبالتحديد بلدية بن خليل. هذه البلدية اللي توقع على سهل المتيجة، نحن نتعرف عليها وعلى مميزاتها في هذا التقرير. بن خليل واحدة من بلديات ولاية البوليدة، وهي تابعة إداريا لدائرة واد العلايق. بن خليل تتكون من ثلاث مراكز متباعدة الأطراف، وهي بن خليل، بن حمدان، ومركز البلدية بن شعبان. هي بلدية ذات طابع فلاحي، خاصة وأنها تابعة لسهل متيجة، وتشتهر بأشجار البرتقال ومختلف الحوامض. تبلغ مساحتها 42 كيلومتر مربع، أما تعداد سكانها فيفوق 37 ألف نسمة. إلا أن ميزانيتها ضئيلة، وتعتمد في العموم على المساعدات الولائية وصندوق دعم الجماعات المحلية، حيث لا تفوق 9 مليار سنتيم، في انتظار أن تفتح البلدية آفاق تنموية واستثمارية تثر عليها بمداخل أكثر من الحالية. محمد حلومة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بن خليل كان غايب لظرف طارئ، وعلى هذا كان لازم ينوب عليه السيد محمد شفيق الهواري نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنيابة المكلف بالأشغال. هذا الشخص اللي قريب جدا من شباب المنطقة، نحن نتعرف عليه وعلى مشواره في هذا البورتري. الهواري محمد شفيق لبلدية بن خليل المكلف بالأشغال، متحصل على مستوى 9 أساسي، عمل كفلاح بالمنطقة وينتمي لحزب الجبهة الشعبية. عديد الانشغالات والأسئلة اللي طرحوها سكان بلدية بن خليل رئيس بلديتهم، من مشكل اهتراء الطرقات، ولا مشكل انعدام المرافق الرياضية، ولا انشغالات أخرى نحن نشوفوها في فقرة سؤال ومسؤول، وبالطبع نشوف أجوبة السيد محمد شفيق نائب رئيس البلدية. يعاني سكان المركز بن شعبان وعلى غرار المراكز الأخرى للبلدية من اهتراء الطرقات وعدم تهيئة الأرصفة، خاصة مع اقتراب الشتاء، ويطالب السكان بتوضيحات عن سبب عدم اكتمال الأشغال التهيئة. بو هنا عندنا هنا الانشغالات لا يهمتنا حنايا تاع الطريق هذه، سواء يخدموا لنا طروطوارات هذو، ينقلوا لنا طريق، يعاودوا لنا القدرو هذا، باسكو لا سيتياسيون هذه اللي انا فيها ماشي تاع الناس اللي محترمين. وحنا نوجهوا النداء تاعنا للمير ولا الشيف دايره ولا الوالي اللي كان اللي مسؤول على الطريق هذه، باسكو حنا شاك فوا كل ما نهضروا يقول لك هذه الطريق راه البروجي تاعها من عند الدايره، واحد يقول لك من عند الوالي، ويقول لك باللي البلديه هذه خطيتها الطريق هذه. حنا ماذا بينا اللي هو سواء المير ولا الشيف دايره ولا الشيف تاع الولايه يخدم لنا الطريق هذه، باسكو رانا نعانوا الغبار دراري طريق واعر عليهم بزاف، راهم صغار يروحوا ويجوا، طريق ذياقت ولا ستاسيون مو على الجهتين. اي جايتنا شتا ثاني ما نحكي لكش، يقوموا لنا بالحاله هذه في اسرع وقت وفي اقرب وقت، والا ما همش قادرين يقولوا ما ناش قادرين، احنا نديروا حل اللي هو راك عارفه. شوف الزراني ما جاش تعاوني ونهبط ونهبط احنا ونطيح المشروع كان كذلك، هذا من ضحايا تاع البيروقراطيه اللي راهي على مستوى، قلت لك هذا مشروع ولائي تعطونا الولايه، وعلى مستوى لاديك كان سيد الوالي انذاك لما عطى البروجي قسموه على ثلاثه، لونفلوب فيها 13 مليار سنتيم
انقسمت لطروالو. في لالونسمون تاع لي طروالو هادو كاين خلاف، دونك الانسان اللي دالو الاول وبدا يخدم يجي موراه ان لو واحد اخر ويجي موراه ان لو واحد اخر. كاين واحد ريزيليا هو اللي راه عرقل لي دو لو الاولي، بيس كل وحده الانجاز تاعها مرتبط بالانجاز ولا لو لو اللي راه مازال موراه. هذا هو اللي جعل وخلق لنا هذا المشكل مع المواطنين. حنا راهي البلديه تاعنا الحمد لله نقولوا بلي راهي ورشه، راهي الانجازات والمشاريع راهي تنجز وراهم راهي كاينه الاشغال في البلديه تاعنا، عكس بالك بلديات اخرى اللي ما بالك ما بنطلقتش كاع فيها الاشغال ولا انطلقت وكتملت ولا. المهم حنا رانا مستحسنين الوضع، كي بدات الاشغال ان شاء الله تكمل. مكتب البريد المتواجد على مستوى مركز بن شحبان وحسب تصريحات السكان صار لا يكفي احتياجاتهم ويطالبون إما بتوسيعه أو فتح مكتب جديد. هنا رانا مخصوصين بوسطة، نمامو بوسطة واحد كبيرة. هنا رانا ما قالهم يجون هنا يخصهم من كل بلاصة ما يجون لهنا هي. أنا حاسين نحال يكونوا نقولوا نحال باش خلاص نحال تحبس، نحال يقولوا راح الغيزو، نحال يقولوا دراهم ما كاش، كل نهار كيفاه. رانا نعاني من البوسطه، لازم لنا بوسطه كبيره باه خاطر اخا ما يقولوش باللي الشعب، يقول الشعب اللي رانا مضايقين رانا كذا ولا. هو هدرها بنفسه، هو هدرها واش قال لهم وكان يعاونوني الشعب يا خويا نكبروها. بصح مادام مازال يقول لك الشعب صافي الهضره هذه، هما يقولوا باللي الشعب ما يحوش، بصح احنا اليوم احنا نحوسوا على البوسطه هذه، احنا لازم يكبرونا البوسطه. بلديه بخليل راهي مخصوصه. مركز بن شعبان اللي فيه البلديه كنا درنا جبنا السيد المدير تاع البريد ومع رئيس دائره ودرنا شواتيره تاع 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 المركز البريد، عطينا لهم شواتيره وداروا لنا الوسمو. مازالت غير راهي اجراءات راهي كما يقولوا سير بابي، رانا نتبعوا فيها بكل كما يقولوا قلق في جال هذه الخدمات اللي راهي منعدمه تقريبا في البلانيكس اللي راه كان الوحده اللي راه كانت في الايام القليله تنطلق الاشغال في هذه الوحده هذه، وان شاء الله تكون بدايه موفقه ان شاء الله. بلدية بن خليل وبمراكزها ثلاث بن حمدان وبن شعبان لا تحتوي على سوق مغطى، حيث أن السكان وحتى الباعة يأملون في الاستفادة من سوق بلدي أو سوق جواري، إلا أن البلدية أرجعت هذا إلى الولاية التي لم تقدم لهم الدعم لإنجاز المشروع، خاصة وأن الميزانية البلدية جد ضئيلة ولا تستطيع القيام به. إيه لازم وراني ما يبغيش المصلحة للشعب هذا، ماذا بينا حنايا يكون عندنا مارشي وتكون الدعوه مكوفريه وتكون ما كاش الشتاء داخل، ماشي كيما حنا نبيعوا في الزنقه برا، الشتاء علينا والبرد علينا والريح علينا كلش علينا. الناس كي تجي تقضي عليهم، إيه الناس كي تجي تقضي علينا ثاني ما عندهم مشاكل. شكون رئيس بلدية؟ رئيس بلدية نطلب منه يدير لنا مارشي على مستوى بلدية بن خليل وصلاة النبي الحبيب. احنا كنا على كل حال وعدتنا السلطات الولائيه بسوق مغطى، كان عطينا لهم شواتيران في عين عيشه في المركز عين عيشه كانوا وعدونا به، ومن بعد تفاجئنا بالرفض. عاودوا نحاوه لنا لا نعلم السبب، كنا نستناو مازالت الارضيه واجده لحد الان، كنا حابين نتخلصوا من هذا لي مارشي العشوائيين هذو، حصيناهم وكنا عطينا لهم كاع الظروف الضروريات باش يديروا لنا هذا السوق. نوجهوا نداء باش يعطونا سوق مغطى باش نلايموا هذو الناس اللي راهم يمارسوا في النشاطات تاعهم. هما يقول لك انا باش نحي الاخر لازم تعطيني مضرب نروح نحط فيه، بويسكا قوتي وقوت ولادي وكاين اللي مزوجين كاين اللي بولادهم كاين اللي لا غالب. هذه هي الظروف اللي رانا وصلنا لها، ما دخلنا في عصر ولا هما اللي تنحيه منا يباسي لك للهي تنحيه من الهي عاود يصوت لك من جهه اخرى.
شباب بن خليل ينادون أيضا بتهيئة المرافق الرياضية المتواجدة على مستوى أحيائها، إلا أن البلدية ترجع سبب هذا التأخر في تهيئة الملاعب بالعشب الصناعي إلى البيروقراطية المراقب المالي. كاش دوك تشوفي كلاك تشوفي هنايا الغازو ما كاش، نروحوا لليستاد واحد اخرين نشوفوا باللي كاين الغازو هنا ما كاش غازو. لي ماتيكو شكوا دايرين ناقصين ناقصين بزاف صوالح، واش على هضروا دوك سال كيما كاش لا هنا لي وين يلعبوا لي بول فانيك ناقصه. شوفي هنايا كتشوفي هنا كلاس مكسرين كلش مكسر، صبيغه كي الناس ما كاش من البلديه ومنها من الاخرى لا ليغا يجوا لهنا يشوفوا هذو لي ستاد تاعهم مامو ماش عارف تاع البلديه مامو يجوا يشوفوا، وحنا راه كي نروحوا منا ومنا نشوف لي ستاد ومنا انا نغيروا منهم انا نكذبوا عليك هام هنا اللي جوا راه هنا غادره يهضروا معاك وشوفي معاهم ينظروا شوفوا الاستاد هذا هنا يجي يديروا لنا الغازو يديروا لنا عفسه ما نشعر دوك واحد في الصيف ينطرينو في الشتاء ما كاش وين ينطرينو الشتاء يتعمر هنا يولي هنا لا بيسين ما كاش وين ينطرينو هنا قاعدين اللي جوا. كنا مع المصالح الولائيه مع المجلس الولائي جبنا المدير تاع الشباب والرياضه وكان وعدنا باش يدير لنا هذا البارطون هذا اللي يشتكيوا منه الناس، وفعلا هو في حاجه لهذا التغطيه هذه العشبيه. نحن ننتظر جاو داروا ميزانيتهم داروا لنا ليتيد تاعو وحد الان مازال ما عطاونا حتى معلومه عليه. نورمالمون راهي يقول لك كي تسقسيهم يقول لك راهي في البرمجه، والبرمجه ما يعرف تطول بويسك راهي عندنا العراقيل اللي راهي كاينه في السياف، والسياف هذا راهو عرقل لنا مجمل ومعظم المشاريع. المشاريع حنا نخرجوا برا كمنتخبين ما عرفناش كيف نردوا على المواطنين ولا على السكان هذو كيف نعاودوا. كاين دوسي تعطيه له في اول الشهر غير اخر الشهر باش يخرج من عنده يعاود يولي لك، فيها شويه تعطيل والمواطن ولا ما يحسنش العون في هذه الامور. عدم توفر الأمن على مستوى الأحياء ونقص دوريات السلطات الأمنية أمر يؤرق سكان المدينة ويجعلهم يطالبون بوضع مراكز شرطة جوارية بأحيائها. البلدية بدورها تضيف صوتها إلى صوت المواطن وتطالب باستحداث مراكز أمنية أقرب من المراكز السكنية. واحدة كما قال يكون الأمن شوية في الطريق، الأمن كاش كاع الأمن في الطريق راه ما كاش، فهمتي؟ تخرج بالليل ولا تمشي بالليل ولا كما قالها ما كان والو، يخاف الانسان يخرج كما قالها وحده في الليل ولا ولاده يخرجوا في الليل. لازم شي الامن كما قال يكون فتره يكون كذا يكون زريت عليه يكون كاينه ولا ما كانش بنتي، هذا هو كما قال الحل. ماناش كما قالها قاعدين بلا لازمنا الامن، اذا كيخرج من دارو يشوف مانيش عارف انا يشوف برقه طالعه يشوف لا بوليس الدور يشوف كذا ينجم يامن. راك تشوف كما قالها واش راح يكون كان نقص الامن نعم ايه، والعمل هذا هو موراه لازم كما قال اسكي يبدا لازم احنا نحوزوا موراه النهايه وراهي عندنا لابوليس الامن الوطني هذو لا غالب كي تهضري معايا يقول لك ليفيكتيف ما عنديش. نحن نطالب من هذا المنبر ومن هذا المكان ومن خلال قناه النهر باش يكثفونا في كل مركز يكون الامن نتاعو. هذا واش نطالب باش ننجمو نقولوا بلي عندنا امن وعندنا احنا ما قلناش الامن راه مقصر، ولكن الامن ثاني عنده الله غالب عليه عنده خصوصيات تاعو عنده الايفيكتيف تاعو لازم يكونوا كاينين باش ينجم يغطي لك المساحه الشاسعه اللي راهي عندنا في البلديه. يعاني سكان بلدية بن خليل من انتشار الوديان، هذه الوديان التي تعد خطرا على السكان خاصة أطفال المدارس الذين يعبرونها، علما أن العديد من حوادث اختفاء الأطفال في الجزائر كان سببها مثل هذه الوديان والبلوعات المفتوحة، حيث أن السكان طلبوا البلدية بغلقها وكذا حماية الأطفال من أخطارها.
البلدية بدورها أكدت على أنها تعمل للحد من خطر هذه الوديان. مشكلة على الواد هذا يا كان واد صغير وكان واد كبير، عندنا مشكل بزاف يا يعني رانا في مشاكل في ماشي في ماشي غير مشكل. مي دوك شنو نقول لك انايا الدراري تاع لي كول راهم يقراو هنا مقابلو سيام، هذه حاجه واحده. سي لا دوزيام فوا يلحق علينا صيف من قضيه الناموس قضيه الحنوشه، ديك الضربه زمان الشتاء دخلت علينا بريطا تاع الشتاء. الطفل من هادو تاع لي يقرا في سيام هنايا طاح لداخل، ما كانش اللي شافو لو كان ما كناش حنا هنا قاعدين طفرت فيه. اسمع انا واش راح نوصل الميساج نتاعي، ان شاء الله يكون الانسان تكون اسمه يدير ربي في قلبه ويدير شغل يشوف شويه البيشعبان هذه اللي رانا فيها ماذا به يسمى يغزل هذو الويدان اللي يشوف كيف راهم دايرين. اون بليس الواد الكبير هذاك جايز عليه لاسينيسمون تاع الماء نشربوا منه، هذه حاجه الاولى نورمالمون طري دونجي نشربوا منه نورمال كي شغل ربي العالمين اللي راه ساترنا. مام با واحد ما جا شافو، انا راني سودار تيماجيني انا نروح نجيب البوست نروح نسدي لهم التيو تاع الماء، وان شاء الله ماذا بينا يتفكروا ربي العالمين شويه ويديروا ربي في قلبهم يسيو كيفاش يخزروا للشبيبه الصغيره هذه اللي راهي طالعه ما يشوفوش لينا حنايا، حنا لا غالب كنت لنا الغبار هنايا رانا كي شغل مضرورين بزاف. على كل حال هذا الانشغال هذا راه دائما في بالنا. كانوا دوك عندنا اشغال تاع التحسين الحضاري في مركز بن شعبان هذا في الطريق الرئيسي، وهو كذلك يجوز على واد الوديان. نحن ننتظر في هذا المشروع هذا بدايه اشغال تاعو راهي كاينه، راح نديروا لهم حنايا من عندنا من ميزانيه البلديه باش نوسعوا هذاك المعبر هذاك، ومنها يتوسع منها يتغطى وين كاين لو دونجي تاع وين يجوزوا الدراري تاع ليكول. بلدية بن خليل تعاني من نقص في الميزانية، هذا ما عطل مشاريع التنموية في هذه البلدية الفقيرة المداخيل. هذا ورحب المجلس الشعبي البلدي بمطالب المواطنين المشروعة على أن تلتفت السلطات لهذه البلدية وتفتح لها آفاق أوسع وتنمية أفضل. الميزانية لا تكفي، حتى هذا الميزانية المؤخرة درنا للخدامين الموظفين درنا لهم 9 شهور ما كملناش من طال العام في جال الميزانيه اللي ضعيفه بزاف، ما عندناش مداخل اخرى، دائما نبقاو نعتمدوا الا على الولايه. الشغالات اللي نطرحوهم بويسك راهم منورونا وراهم بالك امور خفات علينا، وهما على كل حال راهم عندهم الحق والحق الكامل باش يتكلموا ويقولوا عندنا نقائص ولا عندنا حاجات اللي يعاونونا بهم مع السلطات العليا ومع السلطات الولائيه. احنا نضيف الكلام تاعنا ولا صرختنا معاهم. مشاهدينا وصلنا لختام هذا العدد من برنامج من الشعب والى الشعب، نتمنى ان كنا وصلنا ولو نسبة قليلة من انشغالات مواطني بلدية بن خليل رئيس بلديتهم، كما نتمنى ان الاجوبة على طلب رئيس البلدية تكون عند مستوى تطلعاتهم. انا ككل مرة اقول لكم انشغالاتكم اسئلتكم واقتراحاتكم ما ترددوش راسلونا في العنوان الظاهر اسفل الشاشة. انا قبل ما نختم نشكر كل فريق برنامج من الشعب والى الشعب، المصور عبد الرحيم مغنين والمراكبة فروج المداح، ونقول لكم ان شاء الله نتلاقاو الاسبوع القادم وبلدية اخرى من بلدية الجزائر. سلام.